قبل حوالي 50,000 سنة ما كانش فيه كلاب على كوكب الأرض. طيب أمال جت منين الكلاب؟ الكلاب جت من الأول خالص من ذئاب رمادية. الذئاب الرمادية دي كانت موجودة وما زالت موجودة من حوالي 50,000 سنة. لما ابتدت تقترب من المناطق اللي بيعيش فيها البشر وبيبتدوا ياكلوا ويجمعوا الاكل وغيره ويخرجوا للصيد، ابتدت جماعات من الجري وولف دي تبتدي تقترب من التجمعات اللي فيها البشر عشان تستفيد من بقايا الطعام بتاعتهم، وتبتدي عارفة ان المجموعة دي بتبتدي تصطاد فممكن يجي لهم جزء من الطعام اللي هم بيبحثوا عنه. طيب لما ابتدت المجموعة دي من الجري وولف تقترب من البشر وقتها، وتحديدا في بعض تقديرات العلماء يعني انها تكون ممكن تكون في منطقة شرق المتوسط وممكن في بعض مناطق قارة اسيا، لما ده حصل ابتدت مجموعة منهم تقترن معيشتها بحياة البشر، فابتدت تخرج معاهم بقى في رحلات الصيد وخلافه، فابتدى يستأنسها البشر شوية، فابتدى ينتقي منها مع الوقت اللي يتناسب مع طبيعته ومع بيئته، فطبعا بيستبعد الأنواع المفترسة وبيستبعد الأفراد اللي ممكن تكون مريضة، وبيتبقى معاه الأفراد السليمة الأليفة. مع الوقت ابتدى يخرج من نسل الجماعة اللي خرجت من الجري وولف دي أنواع أخرى متغيرة شوية بسبب تغيرات في جيناتها، مع كمان الاستئناس اللي كان بيبتدي يعمله البشر، فابتدت تخرج أنواع مختلفة بعد آلاف السنين. ومع الوقت ابتدى الإنسان يعمل بقى حاجة اسمها البريدنج، يعني يعمل تزاوج صناعي هو بنفسه بين نوعين مختلفين من الأنواع الجديدة اللي ظهرت له دي، فيبتدي يظهر له أنواع مختلفة، وما زال بيعمل كده، وفي كتير من البشر بيعملوا الموضوع ده. فابتدى يظهر لنا أنواع كتير جدا دلوقتي تزيد عن 136 نوع من أنواع الكلاب، اللي لو احنا درسنا جيناتها كلها هتلاقيها دايما يجمعها سلف مشترك قديم لحد 45 أو أكتر ألف سنة من مجموعة من الذئاب الرمادية.